ماشي باش 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 السياحه، جينا باش نحقق واحد النتيجه ايجابيه، سواء نقطه سواء ثلاثه نقاط. الحمد لله اللاعبين ولا الفريق ككل كان في الموعد، خدينا واحد النتيجه اللي هي نقطه، وكنا كنحكيو على ثلاثه نقاط. الحمد لله ربنا يحفظناش، وكنشكروا الجماهير التطوانيه اللي استنتجت الضربه، هذا التراجي كامل من تطوان مدينه الدار البيضاء اللي ما كتبقاش علينا بالتشجيعات ديالها، وكنتمناو دائما نكونوا فرحانين ان شاء الله.